السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع اسمه تاسكينج مانجر. ده عبارة عن ايه؟ ده تنظيم للشغل في الاوبن ستريت ماب. فبتلاقي بعض المتطوعين بيقولك احنا عايزين مثلا نغطي منطقة معينة، او عايزين نضيف معلومات لحاجة معينة، او هنعمل برنامج لحاجة معينة. مثلا ناس بتهتم بتصوير المكان، ناس بتهتم بانها ترفع الارتفاعات زي ما انت شايف في الصورة اللي موجودة دلوقتي. تقدر تيجي هنا وتقول له انا عايز اشوف ايه المشروعات اللي موجوده عشان ابدا اشتغل عليها. طبعا لو عملت زوم هتلاقي في بعض المشاريع موجوده في ليبيا، مصر، اعتقد مفيش، بس انا لما دخلت لقيت فعلا في معلومات كافيه ان احنا نقدر نعمل شغل جامد جدا في مصر. تمام، في كذا مشروع هنا في فلسطين والاردن. خلينا ممكن تختار بقى اي مشروع منهم تدوس عليه يفتح لك بالشكل دوت، فتبدأ تشوف ايه الحاجات المطلوبة، لان ممكن يكون ده موريتانيا، فبتبدأ تشوف ايه المتطلبات اللي هم عايزينها، الناس اللي هتشارك معاهم. ممكن تحدد بقى ان انت عايز تشارك، وحط لك فيديو هنا عشان تقدر تفهم المطلوب. بيقول لك دي الاماكن مثلا، دي خلاص دي اللي خلصت، دي اللي الناس شغالة عليها، دي الـ available، ده المتاح. طيب مثلا هتختار ديت وتقول له map select task، فبيقول لك ان انت شغال في مشروع تاني، حاول تكمل المشروع ده. ده فعلا كنت شغال فيه من شوية. فبتبدأ تعمل زوم مثلا على الأماكن، وتقدر تقول له طب انا عايز اشوف ايه الباك جراوند، دي الخريطة اللي موجودة. فعندك ممكن تختار الخريطة ديت، وفي ساعات بتلاقي في أماكن الخريطة قوية بتاعت مثلا بتاعت OCM بتلاقي قوية في أماكن، في الأوبن توبو ماب أقوى في أماكن، وهكذا. ممكن أنت تشغل مثلا على حاجة معينة بس تلاقي إن حاجة تانية أفضل. يعني شايف إن بينج دي كويسة، تمام، الخريطة فيها واضحة، وزي ما قلنا بالشرط ممكن تروح مكان تلاقي خريطة أفضل. ماب داتا لو أنت عايز تشوف بقى الهيستوري بتاع الحاجات اللي هنا، دي الايشوز اللي موجودة، البرايفسي. طيب ممكن تقول مثلا انا عايزك تظهر لي الاوبن ستريت ماب نوتس لو في اي نوتس موجودة. طيب في الفوتو لو في اوبن ستريت كام ابدأ اظهره لي، اللي هو كارتا فيو. اظهر لي الحاجات اللي موجودة من البنج، بحيث لو في حد واخد صورة للمكان فتقدر تعرف تقريبا المبنى ده ارتفاعه كام. ممكن مثلا نيجي هنا. طيب انت دلوقتي عايز ترسم ايه؟ لو انت عايز ترسم نقطة فبتقول له بوينت لاين خط اريا، فاقول له مثلا اريا وابدأ اشوف المكان دوت. دبل كليك عشان تخرج من الامر، فوق يبقى اخر واحد فيهم. تقدر بقى تشوف المبنى ده حسب معلوماتك، المبنى ده عبارة عن ايه. طبعا المفروض كل واحد بيشخص في البلد بتاعته. هنعمل واحد تاني ان شاء الله عن مصر، وهنشوف فعلا في كاميرات كتيرة بدأت تظهر. ممكن تقوله building future وتقوله ده مثلا house او building حسب المعلومات بتاعتك، وحسب ما يبان من معرفتك بالمكان او بالصور او بالخرايط او بالظلال مثلا. فبتقوله ان ده ارتفاعه مثلا دور، الهاي بتاعه مثلا 3.5، الادرس لو انت معاك الادرس فانت هيبقى عندك كمية معلومات رهيبة جدا، بالعنوان والرقم الشقة والشارع والمدينة والبوست كود، كل الكلام ده في ناس مشكورين شغالين بيه في مصر وفي الدول العالم. طيب دوست هنا عشان اقول له ابلود، وبعد كده بتبدأ تشوف المعلومات المطلوبة، الهاشتاج موريتانيا اهيت، وبتقول انا محتاج ان حد يراجع على الايديت اللي عملته، وبعد كده بتقول له ابلود. فكده المعلومات اللي انت عملتها بدأت تعملها ابلود، وبتحدد بقى من هنا التاسك بتاعك. خلاص كده خلصت، فتقفل لك المكان ولا لا لسه مخلصتش، وهكذا. تخلص لسه مخلصتش فبتقول له سبميت تاسك مثلا.